معكم دكتور رفاعي، أخصائي بجراحة العيون وعلاج مرض القرنية المخروطية بالرباط. غنشوفوا اليوم واحد الحالة ديال علاج قرنية مخروطية بوضع حلقات داخل القرنية. هذا المريض اللي عنده واحد الحدة البصرية اللي كيشوف 2/10 بالنظارات، وتيشوف 10/10 بالعدسات اللاصقة الصلبة، ولكن ما كيتمكنش انه يلبس العدسات اللاصقة الصلبة نتيجة لظروف العمل ديالو. فغادي نقوموا بزرع الحلقة داخل القرنية باش نجبدوا هذه القرنية ونقصوا من الاعوجاجات اللي فيها. فالان غتشوفوا معنا الطريقة اللي كنعملوه. الانسان ميحق دينا المقاسات ديال البصر ديالو، كيشوف ما بين 2 و 3/10 بهاد المقاييس ديال -1 -5 65 درجة. فاللي كتعطينا في النوموغرام انه غادي نعملوا واحد الحلقة ديال 160 درجة و300 ميكرون ديال السمك، هي اللي غادي نوضعوها بالشكل التالي. وغادي تشوفوا معنا في هذه الصورة الشيمة اللي غادي نحطوا عليه هذيك الحلقة. فكنقوموا بتكوين واحد النفق ان تونيل داخل القرنية باستعمال لازير فيمتوسكوند، وكنحطوا في وسطو هذيك الحلقة. وغتشوفوا معنا الان الطريقة. حاول ما تحركش يا سيدي. دونك الان كتابعوا معنا واحد العمليه ديال القرنيه المخروطيه، عمليه ديال كيراتوكون ديال زرع حلقه داخل القرنيه. دونك هذه المرحله الاولى، كنقوموا بتكوين واحد التونيل اللي تيكون في القرنيه. هذاك التونيل هو اللي غنعملوا فيه بعد الحلقه كما كتشوفوا قدامكم، تقدر تصوروه معايا. عمل التونيل كيتكون بصفة عصرية التونيل تكون كامل 360 درجة. دابا الآن غادي نقومو حقن وضع الحلقة داخل القرنية. الحلقة اللي الدور ديالها كتجبد لنا القرنية، وباش كتنقص لنا من الاعوجاج ديال القرنية المخروطية. ماشي جمال ونشا التونيل بالعربي كنسميوه نفق، كندير واحد النفق داخل القرنية اللي كيتصايب باللازر. اللازر كيتسمى لازر تانكو زون، اللي مكيناش نديروه بشكل يدوي، اللي كيدار بشكل يعني بلازر باش كيجي مضبوط المكان ديالو. دابا كنحاول نديرو الحالة ديال وضع الحلقة المكان ديالها إن شاء الله. الشركة اللي كتدير عندها لا كوموند ديال الحلقة كتعطينا واحد الشيما. وريها شنو ميزو بوان الشيما ديالو، كدير لنا هاد الشيما هذا في الصورة. هاد الشيما هو اللي كنتبعوه، دونك كنتبعوه باش كنعملو اللازير، كندخلو لي بارامتر في اللازير. والجزء الثاني هو اللي كيعطينا فين غادي نحطو الحلقة ديالو، يعني في لا ميزو بوان. نحطو لي شي لاطاب وشي شي لتحت. دونك عطيني باش نوسع التونيل. دونك هو هذا، اسمع سي بون، هذا الطاي ديالو. دونك سي سيلوي لا، سي سونس لا. هذا سي بون، سي بون. دابا مزيان؟ صافي بارفكت. غادي نحلو هذيك الفتيحة اللي دايرة هنا. وكندخل في وسط التونيل اللي مصايب باللازير. كنقص من النور.
تقدروا تتبعوا معايا هنا، حاول تقرب باش تبان لك. دابا لو تونيل حليتو تقريبا على كاع المسافة اللي غادي نحط فيها الحلقة. هو دابا باش وسعت لو تونيل، دابا لو تونيل حليناه باللازير وزدت وسعتو بشكل ميكانيكي باش يكون عندي الحلقة فين غنحطها. أنا غادي نلاحظ الحلقة ديالنا، عطيني لاباس الو عندك بشوية باش ما يطيرش، لو بشوية عليك بشوية بشوية بشوية. فوالا هو هذا، هو هذا كيكون صغير بزاف، تيبانش بزاف العين مجردة. وكنحاولو نوضعوه في المكان ديالو، تبعي معايا. أول دخل بسهولة، غادي نكمل باش نحطو في المكان ديالو. دابا غنتبعو الشيما ونشوفو فين غادي نوصلو بيه. عطيني لو شيما نتبعو. دونك هنا قلنا بان الاخر ديال الحلقه خصو يجي لي مع فيتور 8، يمكن نخلي لها سيزون تقريبا واحد 20 درجه. عطيني نشوفو الا جاتك بخير. ندير لها سيزون هنا، نحاول ندير الآن دخلنا. شيء ممتاز. والآن الحلقة ديالنا تقدروا تشوفوها داخل القرنية، حاولت تقرب مزيان باش يبان، ونقدروا نقولوا أن العملية انتهت. غنعملوا واحد لونتيبيوتيك هاد الحلقة اللي عملنا، الهدف منها هو كتنقص لنا من داك العوجاج اللي كيكون تحت في المرض ديال القرنية المخروطية. والهدف منها تعاون المريض باش انه يشوف افضل بالنظارات. وتيمكن نستعمل هاد الحلقة بوحدها، وتيمكن نزيدو عليها وسائل اخرى، اما زرع عدسة، اما لازير طبولي اللي كنقدرو في هاد الجهاز. فالعلاج القرنية المخروطية تحتاج اما الحلقه بوحدها، ولا كنزيدوا عليها بيكا اير توكون فيدي، ولا كنقدروا نزيدوا عليها كروس لينكين، ولا انواع على حساب، ولا عدسه نزيدوا معها اس ال على حساب الحاله. انا تشوفوا معنا التطور ديال هذه الحاله بعد تقريبا شهر من العمليه، فكنشوفوا ان الحلقه هي في المكان ديالها داخل القرنيه، وكنشوف انها شفافه وان الوسط القرنيه شفاف. كنشوفوا الان الطوبوغرافي القرنية يعني مع التشخيص، كتشوفوا بان كاين واحد الفرق كبير ما بين الفوق وتحت القرنية، 41 ولتحت تقريبا 50. الان كنلقاو بان القرنية كتاخذ بعد الحلقة خدات الشكل ديالها النهائي، وكنشوفوا في الصورة اللي على اليمين تغير ديال القرنية من قبل حتى البعد. فكنشوفوا ديك البلاصة اللي هي زرقاء، فهي واحد البلاصة اللي في القرنية اللي تفتحات، وهذا الشيء عطى واحد النتيجة من الناحية البصرية بالنسبة لهذا المريض.
اللي كان البصر ديالو بالنظارات محدود لجوج على عشرة، ولا الآن كيشوف بها 9 على 10 بالنظارات اللي يمكنه أنه يستغنى عن استعمال العدسات اللاصقة. فهذه كان شفنا الحلقات من الأول لآخر، وشكرا على المتابعة.